مرحبا إدوين، يمكنني قراءة الصينية. لقد ابتكر العلماء كلمة خاصة للأشخاص الذين يعتقدون أن الحيوانات يمكن أن تتحدث وأن هناك أرواحا تعيش في الصخور والأنهار. نسميهم ببساطة الأنيمست. هل تعرف من أين تأتي تلك الكلمة؟ نعم، من اللاتينية أنيما، إنها اللاتينية لكلمة روح. الروح هي شيء يمكنه أن يشعر ويريد ويتحدث مع أرواح أخرى حول ما تشعر به وما تريده. بالنسبة للأنيمست، من المنطقي تماما التحدث مع الأشجار والفيلا والزهور أو الحجارة، لأن الأنيمست يعتقدون أن كل تلك الأشياء لها روح. هل تجد هذا جيدا؟